وقعد مع زوجته شيخنا فبكلمها كلام عادي كده، فقلت لها انت متطلقه متطلقه، ما كانش عارف ما كانش ليه عذر في اي حاجه. الو متطلقه متطلقه وماذا فهمت؟ نعم ماذا فهمت؟ انا كنت بكلمها يعني عادي كده، بقول لها يعني بكلمها كده يعني بخوفها كده يعني، بقول لها انا هطلقك هطلقك، انت متطلقه متطلقه يعني، حاسس ان انا بخوفها يعني في الكلام. لا التطليقه وقع. نعم وقع واحده. طب ولا انت متطلقه متطلقه؟ ايوه. ما انا سالتك قبل كده حضرتك قلت لي انت ما تقلقش يا شيخنا. لا لا انت السياق الذي قلته الان اختلف. انا قلت لها انت متطلقه متطلقه يعني، بس حاسس ان انا هطلقها يعني، فما جبتش اشتريها باي حاجه. في فارق اللي انت سالتني عنه، واحد قال انا طلقت زوجتي وهو كاذب. لا مش كده يا شيخ، افهم القصد اللي انا جاوبت عليه، لكن على العموم زوجتك طالق بهذه الطريقه التي ذكرتها. لما انتش انا طلقتك يا شيخ. معلش يا حبيبي خلصنا، انت متطلقه متطلقه، حذف الكلام الاولي. انتش انا طلقتك يا شيخ. السلام عليكم يا الله.